زانت النفسية. لا هب البراد وزانت النفسية. يا فهد عطر العي عندك يا فهد. خلنا بجيب ولعة شوف إن كان في ولعة هنا. تعال ابو سام. لا اله الا انت يا علام خافيت السراير رافع سبع الطباق وباسط سبع الاراضي. يا رب يا رب يا كريم استغفرك واتوب اليك وابو لك من شر نفسي واعوذ بك من شر الشيطان يا رب العالمين. لا اله الا الله يا مرحبا يا ابو نايف. وش فيك؟ ايش رايك في اللوكيشن؟ نسوي لوكيشنات ونسوي امورنا. شب النار يا ابو نايف شبها شب النار شب النار. الخيل من خيالها والنار من شبابها. حط حط. لكي نولع فيها بالولاعة. ايه بس وخر منه ارفع ديك ولا انت يديك راح تنفيها يا ابو. حط البار الحين ما تحط ديك. الله يهدي سلطان ابو نايف. صوتك حلو في الغناء. لا والله لا شوف هو صوته حلو بس لا يغني. غن هب البراد وزانت النفسية. شوف في هذه شوف في هذه. فهاد وين راح؟ يقول راح يجيبوا له ولا لا. اقلط يا مرحبا اقلط. اب 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 اب. يا مرحبا يا سعادة العمدة تفضل. الشغلة فتاك هذا اقول خلونا على جهدنا. الله لا يحتكلنا على جهدنا. الحي يحييك والميت يزيدك غبن. ابشر هذا والله المعاونين الكفو. ابشر بس سعد هذا والله المعاونين الكفو. حاجتين عندي فيها. خلني بشوف ابو نايف بعدين. هذا بضرب بضرب بضربها تعال اضربها. حتى حتى في العوال بس بعطي حاجتين عندي للعمر. اضربها اضربها يا عدم جيد. اضربها اضربها الاولى. حط الحطبه. حطها اضربها الحطبه. بغيت اضربها في راسك. حطها. طيب اصبر علي اصبر. خلا تولى خلا تولى. حطها حطها. خذ رايي كذا. هذا اللي بالثانية ولا بس واحدة؟ لا لا واحدة واحدة. شغل فتاك. اللي حطك سر كذا. السلام سلم. هذا لو نقربها كذا. اي بس بنسن الحطب الحين. اجيبها كذا. اي بس اصبر 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 بس 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 بس. يا سلام. اي بس خلها كذا. يا سلام يا سلام قد ايه حلو الغرام. يا عمدة يا اخي المشكلة ما في ولعة. لو في ولعة وش هالحركات هذه؟ بتلعبنا اليوم؟ ايه بنطهبل اليوم بس نبي الشباب. الله يسعدك الله يسعدك. نبي الشباب كلهم يجون يطهبلون. ايه وينهم الشباب؟ الشباب شوف يا شباب عاد الله يعينكم على الداخل يا عيال. يا شباب يا ولد وين الناس؟ وين الفلة؟ وين الدعاء؟ أين الشباب؟ يا قوم يا عيال حي والله ذا الراس يا ابو. مرحبا يا ابو حمود. على والله جاك طير شلوه يا عيال. تفضل تفضل يا ابو حط ساعة في النخل. بيض الله وجهك بيض الله وجهك يا كحلا. يزين الأجواء الشتوية. يلا بنلعب بعد شوي يا شباب. وليد يا عيال موفقين. ما يقدر موفق. نبيكم تشاركوا لنا اللعبه يا عيال. في فقره عند ابو سعد يا عيال. في فقره عند ابو سعد. إيه هات هات بسرعه 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 ابو حمود. لازم 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 لازم. كم تدفع ابو سعد؟ والعلوم الزانه ها؟ بكره بيجيبونه في الرادار العيال يطلبون من ابو سعد فلوس عشان يلعبون. اعطي 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 شوي منها. لا لا شوي شوي. كم تدفع من الاخير؟ اعطي شوي منها انا خاب. انا ما عاد امشي الا بالراحه بس. شيل مره شيل مره شيل مره بعد كذا اضربها بالخراط. الله يعافيك. وجد وجهك فيه شيء. انا وجهي فيه حنين. انت كثرت. لا سم اصبر اصبر لي بس اصبر لي خلهم يسخوش شعورك وهديت الله.
صدق الداخن بيلعب فينا. ايوه لا والله الداخن بيلعب فينا. بيروح 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 بيروح. حط خشبه واصل خشبه بس. ايه واصل واصل يا ابو بلحي واصل يا ابو. لو تحطه بعرض زي كذا زي يعني يوم طلعت انا عشان تنقص بسرعه. انت والله انك كثرت. لا والله تكثرت. يروح يروح بسرعه. خابر خابر اخف اخف فك 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 طلع كذا وانت باليدك بس. خلطوا خلطوا قصها بسرعه. استعجل ما عليك. وخر وخر كرتون وخر كرتون. ايش اسمه؟ لا تعرف اذني موسيقيه. يلا ابو بلحي بسرعه. انا ابغى تشتب حد ما بيحترم يبيح بسرعه. يا سلام يا سلام. النهر من شبابها والخيل. لا 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 كسر 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 ما ينكسر. كسر كسر واحده بس تخلي ذي لحالها. اي طبه واحده بس. انت رحت عيد كل مره عديت ولا نضرب بالثاني ونجيب بكره نشتري بس ابو سعد. دقيقه يا عيال دقيقه. في واحد هنا ليه ما رفعتيت قبل شوي؟ قسم بالله لو الرادار يدرون اني نايم. تدري عارف انه رحت بالارفع عندك. تدري كيف مسوي يده داخل الفنين؟ والله بردان ونايم يا اخوي. نوم العوافي يا حبيبي. ها انا ودي كسره واحده وبكيفك. معلش اخذنا اغراض لوكيشن. ترجع عند الدخان كان خلاص ضربها كذا. ها محمد السالم موعدكم بلعبه شيء فاخر من الله. تدري لا لا بيلعب فينا الداخل فكر منها. شبي شباب عبد المجيد. لا 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 بيلعب فينا الداخل. والله بيلعب فينا الداخل. كفي والله كفي كفي. انا نبدي بس تولع. نبدي تولع بس. لا بيلعب فينا الداخل. كيف مليت في عودان دقاق حطيته تحت. يعني كم بالضبط عشان نبدا نلعب الجمر صح؟ شوف الساعه الان ما هي بالضبط بالتطبيقات بس اذا بالضبط الساعه 2 8 بالاعدادات الساعه ترى ما بي. لا حطينا عيدان بتشب 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 1 2 3 4 ضليت خانه. ما عليه يا رجال شوي باذن الله ونبدا. تعيش معنا ريف برق التلالة. قلت عز الجلالته غنى غنى يا بولا. ما يا سلام كل ما غلط عم مرحبا حياكم الله. استرح يا ريجي. في لوكيشن ابو هذال الجديد. هذا تفكير واداء وصناعه. ابو هذال يا مرحبا حياكم الله في محل الطيب. يا مرحبا حياكم الله على عند الرجال اللي لا جل لازم يشع شع ضوا. وقف جبنا عمر. جبنا وقف عمر. الرجال اللي لا جل. رد عليها يا سلطان. ها يلا رد رد. خلوها خلوها خلوها. اسلم ان قولها. لا تغشش يا ابو سامي. ما اغشش انا. خليه يعد وانا بسالم عندها العاب. بكلمة هذا يا ولد يبي يجمدكم. والله اما الليله خسر. والله الليله برد. تقولون خسر اليوم مشوى من امس. ترى تقولون معنا خسر ولا ما تقولون معنا خسر؟ خسر يعني بارد من جده. بارد جده ما تقولونها يا ابو؟ وش يعني اقصى درجات البروده عندكم؟ ما لها مصطلح. بالنسبه لي انا الصقيع. يا حبي لك يا الصقيع. بما اني رجل كذا نابغه يا ماده العلوم ما بدلعه. لا معنا خسر. معنا خسر. الما هذا خسر. دبه ها اب اب اب. يا الله شبت النار. ايش كلمه الاولى؟ الليلة هالأخلاق مية مية ما هي بلا. وش كملت؟ ما أدري شو. يا لا لا يا لا لا هي عدران. الكلب جاي اللي ترحب كل وقت وكل حين. الله الله عيد 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 عيد. الكلب جاء. أنا بيطلب منك شيلة يا عبد المجيد. ألو السلام عليكم. بي سي فين معكم عمر العتيبي. أنت هوا أستاذ عندي طلب شيلة إذا كان متوفرة عندكم لو سمحت. الليلة الأخلاق مية مية. أنا الليلة هي غايب فوق. أغنيها الليلة الأخلاق مية مية. شوف الهلال وش يعني لك. أنا الليلة هي غايب فوق صدري حزن ما أدري شو. الله من البارح وأنا أحسك ملل والفكر في حين. أنا الليلة النوم. قال النوم قال النوم. لا والله علي مهور. تكة وديش علب ما ترقد ليني. ياسم فكر بسوي هذاك المكان وخلص بنزل خشب. مبروك. وش الجلسات هذه؟ هذا مفاجأة. بنزل خشب وبسوي مبلة وبسوي حركات. أنا الليلة يا غايب
ابو سعد من فوق صدر الحزن ما ادري شو دويتو وين المطبخ اشوف سجلت البارح ولا احس مايك طاف يا اخي شوف مايك رجل يقول مايك طاف براي براي قدرك نهاري طافي بطارية والله بطارية والله معاقبني الله صدق بعد قالك ان مايك طافي تعال ابو احمد سلطان اقلب راحت الحبال الصوتية على الفاضي نبي شاهي ابو نبي شاهي بس ما يطير النوم بس نبي نسنع شو اسمه لا ما في لي يطير النوم صدقني معاك تقولها راحت عليك راح بس لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون انا لله يا غايب فوق صدري وش هذا هيبه نلعب ما ادري شو الليل ننتظر الشباب يكملوا لانها على عدد 17 طبيعي طريقه الليل في حيره بغيت بغيت النوم قال النوم علي مرفوع يعني لو ما فزت اليوم متى بتفوز خلاص اليوم والله اسلم اما طريقه اللعبه فانا افضل اني اشرحها وانتم واقفين عشان خلاص بدكم واقفين لا انا اشوف سفنج بعرف ايش حق السفنج ايش في واني راشد جبتها من المطبخ المحشه ولا كيف لا لا المحشه ولا اي محشه هذيت البال الله حسيت السفنج يستخدمه غالبا مع الواني اسمع لغة محمد محمد تكلم لهجة جيزانية بحتة إيه انتم خلونا وحنا جيزاني سوالف محشة و يلا واني و يلا بنت الحين بتمحشة السفنجة بتمحشة بايش؟ محشة وشي محاشة طيب بتمحشة بايش؟ محشة السفنجة محشة به واني طيب دحين انت تشوف قدامك في اي شيء من انواع الوان ايه السطل برميل هو وسخان طيب؟ اكيد وسخان انا شايف على الزرع اكيد وسخان لا لا غلطان شوف انا مو فين غلطان وسخان طيب. لها علاقة ضونا سفنجة ها تعملك الحين ولا طب خلاص اسمع اسمع طب انت قلت السفنجة وسطل ايش الطريقة بالضبط ايوه هذا اللي بنعرفه بعد شوية محمد ما شافه يا صح العب فيها انا سالم ليش تفوز حط نقطة وترجم لنا الجملة ذي اللي قلتوها بعد محاش يعني وشو؟ امحش محاش حشفتوا السفنج ذا يقول بيمحش به يعني بيمحش به ايش؟ بينظف به بيدل ترجمها بيفرك به يفرك به لبيك هي سلام ممكن في حطب يولع بدون ساعه كذا يعني لو توفير مره جايه لكن حاسنا فهاد عاد ركان اسمع يقول فتكت فيني وخليت العواذل تعيش اعوذ بالله فتكت فيني وخليت العواذل تعيش بلذه الانتصار اللي ما حبيتها فتكت فيني وخليت العواذل تعيش بلذه الانتصار اللي ما حبيتها وبعدت عني بلا سبه ولا ادري عليش وخيبت هقواتي اللي فيك هقيتها أبك الله والله انت معي والله العظيم اني معك واختامها وخيبت هقواتي اللي فيك هقيتها ابو سبدك بالله ايش رايك بالريجي للطحطيح عكفان الشوارب شبت النار والسوالف والقصيت والنيران واللي عميها يا حبيبي خلك خلك متربع شوف عندك تبات ولا يلا واحد ما بد اللي تجي استغفر الله لا لا ترقيها معك قوم ايه ها اقصد اهل بلا تكفى تكفى عيد عجبني ارحبوا يعني شيل رجلي معايا يا ابو ملهي والله لك ابو ملهي والله لك ابو ملهي معلاك دندن وغندن ولو تحط هذه ترى بتضبط لا 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 محوشه ابى اكسر الشلايخ يا ظهري ماش من جمر محش بهم حال انا الليله غايب فوق صدري حزن ما ادري شو يا سلام خلع راحتها تشتغل هذا حلو هذه صدق نفسي بحب برا مش حاطه زينه نفسي بحب برا هذه شواني ما بعدها رش والله تقول لك والله يقوم الحال اي والله وايد تعال ابو فراش تعال والله في احمد احمد تعال خليك مكانك والله كلكم ابو فراش تعال على المكان احمد عال في مكان في مكان عندي زي كذا في كبير عمرا وقدرا احمد ايام البرد وانت عارف تعال تعال اي لا عمر وش رايك في انك تكون انسان غامض
هل تعني أن تكون إنسان غامض؟ هذا إيش اسمه؟ إن ما حد يدري وش وضعك وش كم عمرك وش شغلك أكيد منقل الغموض أحياناً الغموض منقل صح أحياناً أنا قريت كلام عن العمر ولا حطب وش هذا تحب برا إذا سألك واحد كم عمرك هذا سؤال غلط ليش؟ يحرجك يعني؟ لا بس ما يعني له شيء الدهر أحمد الدهر السؤال الصحيح كم عشت؟ الله عرفت؟ الله 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 كم عمرك؟ يعني كم عمرك المقدر اللي قدره الله لك؟ ما شاء الله تبارك الله عن شالعها ما شاء الله تبارك الله وكم عشت يعني؟ كم عشت السنوات اللي مضت يعني أنت مثلا واحد عمره 50 وعايش بسنة 30 هل تؤيد ولا مو بزين؟ يعني عايش يعني مثلا رجال عمره 50 سنة ويسوي حركات واحد عمره 30 يلبس ملابس واحد عمره 30 يتقال يعني يسوي البوزيشن الكامل حق انا اشوف كل مرحله عمريه تسوي رياليتي الحياه بس إيه في بعض الامور يصلح تنزل إيه بعض الامور كافو في ذمتي كافو خلنا ناخذ راي اخو حصه اسال يا احمد بطريقتك ايش قلت انت انا بس معجاب طريق والله طيب لا ما لا جاوب اجابتك انت اللي مقتنع فيها انت ابو حمود ايش رايك بالشخص اللي عمره 50 سنه ويتصرف تصرفات واحد عمره 30 ويلبس لبس شباب ويظهر مظهر شباب شباب لا ويحلق تحليقات الشباب يعني كتمتها مراهقه اللي شوي انت كذا خربت في فكره وجهه نظر لا لا اصبر حطها هنا ايوه ها يا اخو حصه وش رايك انا بسلمك برايك انا ادري وش رايك ما حب ولا برك روح مليح من الشخص اللي قراراته تضبط مالك تضبط ها بسم الله صح. بسم الله تنفخ لا لا مثلا انت في 30 مثلا حكيم سواليفك وعقلك عقل ابو 50 ابو 60 سنه ما شاء الله ما هو بالعكس طيب والعكس ما يطلع ما هي بزين لا ما هي بزين ولو ودك تطلع بالصورة دي نهائيا طيب عبد الرحمن سواء لذكر أو أنثى يا أحمد ممكن فيه نوع ما لا 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 شوف في في بعض الأمور في بعض الأمور تختلف في بعض الأمور تقدر تنزل لها يا أخي واحدة كبيرة بس أنت تقول خليك عجوز ولا زوجك مثلا لا تهتمين له ولا لا غلط عرفت لكن رجل مثلا كبير بالسن ويتصرف تصرفات بعض الشباب الغلط هبا أقول لك موقف صار لي بعدين من ربع بعدين بكل واحد من أخذ رأيه أنا جيت عند دانكن مرة على مخرج 9 بدون ذكر اسمه يا رجال دعوة سبه لا جيت وبيأخذ بلاك كوفي and no sugar without sugar without sugar without sugar yes المهم وصادفني واحد يعني شعره كله شيب وجهه كله شيب أنت ليش وراي بس إنه لابس لابس ومشخص ولبسه يا أخوي تشوف تقول ما شاء الله تبارك الرحمن ولده جنبه ولده جنبه عمره يمكن 20-30 حلو والله العظيم يوم تناظر فيهم تقول هذولي إخوان ما هو أبو ولده حتى شوش اللابس لابس ثوبه ومشخص بس شخصية شباب ومحلق ومزبط أموره وجنبه ولده وسواليفه مع ولده تقول يا حظ الولد هذا بأبوه يلا عطي فأحيانا إنك تمسك بعمرك وتقول أنا لا ما أسوي كذا ما يصلح عيش الحياة كيف صح. ما شئت وكيف ما شاء نفسك صح. صح. بس لا تغضب الله لا أنا أقول لك في بعض الأمور اللي ينزلون لها بعض كبار السن يلا غلط حقه هو كرجل إنه ينزل مثل عشر واحد حلوة أربعة واحد عمره 50 تقول ما شاء الله كأنك أبو 30 كأنك أبو 30 من ناحية الروح من ناحية العرق لا لا قصات وما قصات حاجات هذه لا حلو قلت الاهتمام في النفس يلبس أنا ساخن ساخن يهتم في نفسه لا هذا ساخن توني قبل شوي كنت على النار تكلم ما قصات ما قصات حتى أبو 30 المفروض ما يسوي لا قبل شوي كنت على النار استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله يا رب أنا قريت وجهة نظر شخص يقول إن كم عمرك هو العمر اللي تعيشه لين تموت هذا كم عمره يا جماعة هذه جايبها ديكور خلوا أبو سعيد يشرح يعني لو, لو الله سبحانه وتعالى طلع على فكرة اشتغلت في الفرقة الترفيه مدة سنة وعليه سألت واحد كم عمرك يعني اللي يفوز بعد 40 سنة هو عمره الحين 40 يقول عمري 80 هذا العمر اللي الله كتبه له لكن السؤال الصحيح المفروض تسأل الشخص كم عشت نعم كم واحد في حياتك قد قال لك كم انا انا اقول لك غلط خلاص صارت كل ما يقولون بس عاد حرام زي مثلا زي مثلا كلمه مبروك انا باللغه العربيه غلط انك تقول مبروك مبروك من البرك برك الناقه عرفت بركها مبروك لكن الصحيح مبارك
مبارك. يعني ابى اقول لك حاجه، شيء توفقت فيها بدل مبروك اقول مبارك لك. مبارك. في اشياء كثيره. يلا يلا جيتك. في اشياء كثيره، في اشياء كثيره. خلاص درقش على يا ابو سعد. قلت قد طوق يا اخي. شارك اخلص يحلو الجلسه. والله الحمد لله انها جاءنا شبت النار بحالها. يا ولد الشتاء. يلا واحد.